السلام عليكم. زار وزير الأشغال العمومية الأسبوع الماضي بمعية ولي ولاية الجلفة ينزار المحطة الجديدة اللي مدينة عين والسارة، واللي تم تدشين تاع المحطة هذه بالمناسبة. وللعلم أنه هذا الخط الشمالي الجنوبي الذي يمتد ما بين ولاية بوليدة إلى حدود ولاية تمرست في جنوب البلاد، وجزء منه رانا بصدد التدشين تاعو، واللي يقع بين محطة بوكزول بولاية المدية إلى حدود محطة الأغواط مرورا بمحطة الجلفة. واللي المحطة هذه اللي رانا نتكلموا عليها تقع على هذا الخط، إذا محطة عين والسارة. أترككم تتابعون هذا الفيديو. السلام عليكم.